بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، إنك على كل شيء قدير. نرحب بضيوف مجلسنا المبارك في هذه الليلة المباركة في مجلس الخميس الثقافي لهذا اليوم، الذي نستضيف فيه الأستاذ حارث الأزدي، يلقي علينا محاضرة بعنوان قراءة في كتاب أعوام على الجمر. فليتفضل، جزاه الله خيرا. شكرا لكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سادة الحضور، وأهلا وسهلا بكم في محاضرة أو في قراءة لكتاب مهم، شهوده موجودون بيننا، وربما أغلب المعلومات تكون متداولة يعني عند العراقيين بشكل خاص، وعند العرب أيضا والمسلمين بشكل عام. الثقافة أساسها القراءة والكتابة، وبهما يعني تكون ثمرة القراءة والكتابة هذه الثقافة، وبالثقافة تتكامل الشخصية ويرتقي الإنسان. وأن تقدم لقراءة كتاب تساعدك ثلاثة أشياء: كاتب تحب أن تقرأ له، وموضوع مهم يخصك، والثالث هو شغف المعرفة. لكن أن تجتمع ثلاثة أزمنة في وقت واحد وفي مكان واحد، إنها لمفارقة كبيرة. فنحن اليوم في ليلة 25 وفي شهر تشرين، وعلى مشارف مئوية ثورة 20، نتحدث عن شخصيات كان لها الأثر البالغ في تاريخ العراق. ومن أساسيات القراءة أنك تقرأ الكتاب وستكون مواجها لأسئلة وأسباب. يعني ما الداعي لقراءة هذا الكتاب؟ ربما لفهم رسالة محددة يحملها الكتاب، أو لمعرفة تفاصيل مهمة في ميدان ما، فقهي، علوم قرآن، لغة عربية، باقي العلوم، وهكذا. أو ربما يكون الكتاب للرد على سؤال محدد، أو للاطلاع، أو لتقييم ما تقرأ، وربما يكون للتسلية والمتعة. وحين تقرأ كتاب أعوام على الجمر، هذا الكتاب الذي جمع قرنا من الزمان في صفحاته 300 بكل مواقفها السياسية والاجتماعية والثورية والتصدي للاحتلال والمقاومة، يدعو إلى التمسك بالثوابت، فتكون أمامك شخصيات تتمثل هذه الثوابت وكأنها تتجسد فيها. قبل الولوج في طيات هذا الكتاب، من الأمانة أن نذكر سيرة شخصية للدكتور الكاتب، وهو الدكتور رافع الفلاحي، وهو معلوم لديكم. الدكتور رافع الفلاحي باحث وأكاديمي وإعلامي، دكتوراه تاريخ حديث، دبلوم صحافة منظمة الصحافة الدولية، عمل بالصحافة منذ 1975، وتدرج بالوظائف حتى اعتلى منصب رئيس تحرير مجلة ألفباء المعروفة. كتب مقالات وبحوثا في العديد من المجلات والصحف العراقية والعربية، عمل في مجال التدريس الجامعي، عضو لنقابة الصحفيين العراقية، عضو منظمة الصحافة الدولية، عضو اتحاد المؤرخين العرب. لديه العشرات من البحوث المنشورة سياسية وتاريخية، لديه عدد من الكتب أيضا المنشورة والمطبوعة، اسألوا شهود العيان،
شهداء قضية أمريكا الأقنعة والسياسات وكوابيس عراقية. يعمل في قناة الرافدين منذ 2006 وما يزال فيها. أسلوب الكتاب، استخدم الكاتب أسلوب التذكير بالمعلومة وكرر الأسماء بكاملها. نحن نتحدث عن الشيخ ضاري المحمود ونتحدث عن الشيخ سليمان ابن ضاري المحمود ثم نتحدث عن الشيخ حارث ابن سليمان ابن ضاري المحمود، فكان يكرر هذه الأسماء بكاملها حتى لا تضيع على القارئ، يعني لا يسأل هذا ابن من وأخو من وابن عم من، فكان هذا يعني أسلوب يتميز به الكاتب. الكتاب صيغ بأسلوب أدبي إضافة إلى توثيقه للحقائق التاريخية، فهو يجمع ما بين أسلوب الرواية الأدبية وبين إثبات الحقائق التاريخية. حقائق التاريخية استخدم فيها توثيق وشهادات ومستندات، فلا هو هذا الكتاب أدب خيالي محض ولا هو تاريخي ينقل الحادثة أو المعلومة مجردة عن محتواها وما يعني ينطبق عليها. واجهت الكاتب أيضا من ضمن الأمور التي يعني لابد أن نعرفها، واجهت الكاتب صعوبات كثيرة في جمع المادة، وقد تحدث لي شخصيا عن مواقف واجهته اتخذ من جرائها قرارا بينه وبين نفسه بالعزوف عن كتابة هذا الكتاب، وذلك لامتناع بعض الشخصيات وبعض من لديه المعلومة على تزويده بالمعلومات، ربما لتغير المواقف أو ربما لشيء آخر، يعني كانوا يريدون أن يكتبوا هم عن هذا الموضوع. ثم بعد ذلك للعلاقة بينه وبين الشيخ حارث كان لابد أن يعاود ويكتب ما كتب. علاقته بالشيخ حارث غريبة وخاصة، فهناك تناغم بالفكرة وتأثر بشخصية لها كاريزما القيادة تأسر كل من يلتقي بها ولا سيما الأحرار ممن لا يسيرون وراء قوالب توجيهية جاهزة. ولو دخلنا إلى الكتاب من عنوانه، نفكك العنوان الذي يلفت إليه الأنظار، لوجدنا أن صياغة العنوان معتنى بها وتؤدي الرسالة المرجوة من الكتاب، فالجمر هو الباطل، وقد يكون الجمر هو المواقف الصعبة التي يثبت عليها الرجال دون غيرهم، ثم يخصص هذه الأعوام بشخصية الشيخ حارث الضاري رحمه الله، ومن بعدها يضع محددا مهما يفتح مستقبلا مرتقبا لما بعد هذا الكتاب، حين قال بعض سيرة وبعض ذكريات، بمعنى أن هذا الكتاب ليس سيرة متكاملة بتفاصيل حياة الشيخ حارث، وليس كتابا معنيا بكل ذكريات الشيخ حارث، فقد يكون بعد هذا الكتاب كتاب آخر، وقد يكون لكاتب آخر أن يكتب عن الشيخ وعن مواقفه وعن ثورة العشرين وعن الاحتلال الأمريكي للعراق فيما بعد هذا الكتاب. وإذا كانت الكتب التاريخية تؤرخ للحوادث بسنواتها، فإن هذا الكتاب وثق مسيرة شخصيات مؤثرة في الأحداث التي مرت بالعراق لمئة عام أو يزيد، فهو يبدأ من وفاة الشيخ ظاهر المحمود وإلى والد الشيخ ضاري المحمود وينتهي بوفاة الشيخ حارث بن سليمان بن ضاري المحمود الزوبعي. وحين تدلف إلى ثنايا هذا الكتاب تجد ارتباطا عجيبا وانعكاسا واقعا وتلازما واضحا ما بين الماضي والحاضر، يصوغه الكاتب الدكتور رافع الفلاحي بأسلوب متميز يستحق الوقوف عنده. فالنص المواجه للقارئ عند بوابة الدخول إلى هذا الكتاب نص لافت بكلمات المطمئن إلى النتيجة والعارف إلى أين تتجه الأمور، فحين يخاطب الشيخ ضاري المحمود قائم مقام سنجار
يوسف نمرود رسام قائلا: الفخر لي لأنني خاصمت حكومة كحكومة بريطانيا المشهورة بعظمتها في سبيل أمتي وبلادي، واعلم يا هذا أنني لا أخاف الموت لأنه حق، ولأن مذاقه واحد سواء كنت في البيت أو في ساحة الحرب، وإنني إن مت أو قتلت فحسبي أبنائي وعشيرتي وهم كثيرون ولله الحمد، ومن كان مثلي لا يمكن أن يموت، وإن أبناء العراق الطيبين سيذكرونني، وهذا من فضل الله علي وعلى أولادي وعشيرتي. هذا النص الذي أبرزه الكاتب في بداية المدخل يربطه بنص تاريخي يسبق هذا القول، يربط بما ورد عن الإمام حسن البصري حين سئل عن سر زهده فقال: علمت أن رزقي سيأتيني فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فانشغلت به، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي، وعلمت أن الله مطلع علي فكرهت أن يراني على معصية. ربط ما بين هذا النص ونص الإمام حسن البصري. تكوين هذه المقارنة الذهنية ما بين هذا النص وما سبقه من نص عظيم يهيئ القارئ لفهم أهزوجة العراقيين هزلندا ضاري وبتشاها، ليؤكد أن استيعاب التاريخ ليس بالعلم بأحداثه وسردها سردا أكاديميا أو شعبيا، وإنما باستلهام المواقف المثيرة لتكون أساسا في اتخاذ مواقف لاحقة. ثم يفاجئك الكاتب بمقولة خالدة، يعني زيادة على هذين النصين وأهزوجة هزلندا ضاري وبتشاها، يأتيك بمقولة خالدة لابن خلدون حين يقول: إننا كلما ازددنا إمعانا في الماضي ازددنا بصيرة في المستقبل. عن هذا المدخل يتبين لنا أن الكاتب كما تعلمون هو ليس عضوا في هيئة علماء المسلمين، ويؤكد أن الموقف الثابت على الحق وعدم الانزلاق هو من قاده إلى أن يكون قريبا منها، أو بحسب الناظر إليه من بعيد يحسبه أنه من داخلها. ثم يختم الكاتب مدخل الكتاب بوصف شعوره بالاعتزاز العميق والفرح الغامر في أنه يقدم للقارئ الكريم بعض سيرة وبعض ذكريات لقامة عراقية مثل أنموذجا في إباء وهيبة العراق والعراقيين. فالحنين استرجاع للفصل الأجمل لحوادث ومفاصل مهمة في تاريخ حياتك، والاعتزاز العميق بانتقائك من بستان الذاكرة الوارف. فإدمان النظر إلى الوراء يعين العلم والواقع والتطلع المستقبلي ليحصل من ذكريات محطات تزوده بالطاقة لمواصلة طريق الحق. ستواجهك وأنت تقرأ عناوين فصوله وأبوابه، وقد اختيرت بعناية وتكثيف لغوي لترسم سقف الأوراق القادمة، فتبدأ تقرأ منها ولديك الخارطة الذهنية للكتاب. وأول هذه العناوين سيواجهك الجذور زوبع والضاري، يهيئ القارئ من خلال العنوان لما سيأتي في ثنايا الأوراق القادمة. وحين يبدأ الكاتب على غير الطريقة الكلاسيكية أو الاستغراق بالإنشائيات والحديث المطول عن معلومات، بل يبدأ بالحديث الأبرز حيث يراه الكاتب نقطة الانطلاق في مسيرة هذا الكتاب، فيقول: ورث الشيخ ضاري جد الشيخ حارث زعامة قبيلة زوبع بعد وفاة والده ظاهر بن محمود عام 1905 ميلادية، علما أنه الأخ الأصغر لأخوته السبعة، وكان عمره
37 عاما، ولكن لأسباب يذكر الكاتب منها اهتمام الشيخ الضاري بولده وبوالده ورعايته له وخصوصية المكان التي يتمتع بها عنده، والتي دفعته لاستقدام من يعلمه القراءة والكتابة من بغداد. يرسم الكاتب صورة من صور الزعامات التي كانت تعتني بأفراد قبيلتها، فالشيخ ضاري بن ظاهر المحمود على الرغم من انشغاله في متابعة شؤون أفراد القبيلة ومتابعة تربية أولاده الثمانية، وهي مهمة كبيرة، إلا أنه كان يكلف كاتبه الخاص الملا مناور لقراءة النصوص من كتب التاريخ التي تعتني بحياة العرب وأحوالهم على رواد مجلسه. ثم تبدأ الحرب العالمية الأولى 1914، والشيخ ضاري بن ظاهر المحمود معبأ تماما بضدية الإنجليز، فهو ينتمي لأمة يرى أن مخططات بريطانيا تستهدفها، وبالمقابل يدلل الدكتور رافع على أن بريطانيا كانت على علم ودراية بموقف زعماء القبائل. فالتقرير السري لدائرة الاستخبارات البريطانية يذكر زعماء العشائر أو أسماء عشائرهم، والتي وصفها التقرير بغير المناوئة، ولم يذكر الشيخ ضاري المحمود لأنه كان معلوم الموقف معلن الانتماء، فهو الذي شارك مع أبناء قبيلته زوبع في معارك الكوت المعروفة بحصار الكوت أو كوت العمارة، حيث حوصرت القوات البريطانية واستسلمت بعد 147 يوما. نجد في الكتاب لفتات قل أن تجدها في سرديات تاريخية أخرى، فمثلا يوثق الدكتور رافع لقاء أحد الثوار المعروفين في ثورة 20 جدوع أبو زيد، حين حضر لمنطقة الدليم لتحريض العشائر حاملا معه رسائل من علماء الدين وزعماء العشائر، فوجد الشيخ ضاري المحمود عمله ماض في مواجهة القوات البريطانية، وأنه خاض مع مجاميعه معارك دامية، فأطلعه على عمله ومقاومته، وحمله رسالة للعلماء والزعماء أنه يعاهد الله بأن يبذل النفس والنفيس في سبيل مصلحة بلاده ضد الطامعين، وقال له: وليقر العلماء وإخواني الزعماء عينا، لأني بسم الله سأبذل النفس والنفيس من أجل وطني، وسترون أعمالي، وإني لأرجو أن يرضى الله عني وأن ترضوا عني. وقال له ذلك: وما حادثة صراع؟ وقد كان له ذلك، وقد كان هذا الموقف يعني المشرف للشيخ الضاري. وما حادثة الصراع بين الشيخ ضاري المحمود والكولونيل لوتشمان إلا دليل على إخلاص الضاري لوطنه ووفائه بوعده؟ فلا يمكن للتاريخ تجاهل ذلك، وسيعلمه العراقيون يعني ويتناقلونه جيلا بعد جيل. يذكر المؤلف حوارا حدث بين الشيخ ضاري المحمود ولتشمان، الذي أسس لتصاعد الموقف واستهداف القائد الإنجليزي للشيخ ضاري بكلام واضح ومباشر، فغضب لتشمان وأدرك الشيخ ضاري أنه كسب عداوته المباشرة، وقال ذلك لأبنائه. ثم يبدأ الكتاب في مراحل صراع لتشمان والضاري، فيبدأ بسرد مراحل رحلته إلى بلاد العرب وبعد تخرجه من جامعة سانت هيرس، وقد كانت تقاريره عن الدولة العثمانية، وقد كان ينشرها في مجلة الجمعية الجغرافية، النشر طبعا للتمويه، وإنما هو كان جاسوسا يعلم ماذا يجري في الأمة. لتشمان كان يتجسس على البلاد واشترك في معارك الكوت، ويرى كثير من المؤرخين أن انكسار الجيش في الكوت ألهب في نفسه الحقد والعداء للعراقيين. ولا أريد سرد مقتل لتشمان عليكم، بل أدعوكم إلى قراءته في الكتاب، فهو ممتع ويبعث في النفس الأمل المتجدد في الإباء والشموخ. حادثة مقتل لتشمان لم تكن نهاية المطاف، بل كانت بداية، سواء كان للعراقيين أو للبريطانيين. العراقيين عرفوا أن مقتل لتشمان هو بداية لانطلاقة معارك قادمة، والإنجليز اتخذوها ذريعة للتنكيل بالعراقيين.
يكشف المؤلف في هذا الكتاب عن أسلوب الإنجليز في تضليل الرأي العام حين نشروا خبر مقتل ليتشمان وأنه لقي حتفه بقتله بسيف الشيخ خميس حين كان نائما في مضيف الشيخ ظاري. وطبعا هو قتل في مركز خان النقطة وسيارته كانت موجودة، وبعد يوم جاءت القوة وأخذت سيارته والجثة من هناك، لكنهم صاغوا خبرا مضللا حتى يقولوا أن الشيخ قتل ضيفه تحت خيمته. وليس غريبا أن تجد أن المسبيل تعلق على هذا الخبر، ولا يستبعد الكاتب هنا أن المسبيل هي التي صاغت الخبر. ويمر الكاتب بتفصيل غير مسهب عن المعارك التي اشترك فيها الشيخ ظاري المحمود في معركة الشعيبة وإشرافه على الأسرى الإنجليز في معركة حصار الكوت وفي معركة اسطبلات التي دارت رحاها بين الأتراك والإنجليز في بغداد عام 1917. ويمر هذا الكتاب على مفصليات مضيئة من تاريخ العراق حين اتخذ هؤلاء الزعماء المناهضين للإنجليز قرارهم بمواصلة الهجمات على الجيش البريطاني في مناطقهم بغية التخفيف من وطأتهم في مناطق الفرات الأوسط. ينقل الكاتب عن مصادر مرموقة كثيرا من أحداث هذا الكتاب، فمما هو معلوم ويتناقله العراقيون على اختلاف أطيافهم خطبة الشيخ ظاري المحمود حين اجتمع برؤساء العشائر في من جميلة والبعيسة في دار شيخ قبيلة الجميلة، فقال: ولتعلموا أنني سائر في درب عبد الواحد الحاج سكر والسيد نور الياسري، وأنني مسلم وأنتم مسلمون، فهلموا إلى الجهاد. فاستجاب له شيوخ العشائر ورجالاتها المجتمعون وعاهدوا الله على مقاومة أعداء الدين والبلاد. وقد استهدفت القوات البريطانية مقاتلي قبيلة زوبع بأمر مباشر من الجنرال إلمر هولدن، ودكت مضاربها وقطعت الماء عن مزارعها ونهبت بيوتها، فانكسر الثوار بعد تعرضهم لخسارة كبيرة. ولم يفت الكاتب تسليط الضوء على موضوع أراه مهما جدا، وهو محاولة الثوار الاستمرار في طريق المقاومة حين اتفق الشيخ الظاري مع مجموعة من الشخصيات الوطنية العراقية من نعجمي باشا السعدون وعبد الرزاق منير وحميد باشا الفرحان وغير العراقية مثل الشريف علي السنوسي الذي كان لاجئا في مرسين جنوب تركيا في وقتها، على الاتصال بوالد يار بكر نهاد باشا، واتفقوا معه على القيام بحركات ضد الإنجليز في العراق، إلا أن ضعف القوات التركية واهتمامها بصد الجيوش الأجنبية التي داهمت الأناضول وذهاب مصطفى كمال أتاتورك إلى أنقرة حال دون ذلك. تجد في الكتاب تطابقا في الأحداث لكن بصورة مختلفة، فمثل ما شهد في احتلال أمريكا للعراق انعقاد مؤتمر القاهرة، وإن كانت حيثياته تختلف عن مؤتمر القاهرة في القرن العشرين وصدور قرار العفو عمن شارك في ثورة العشرين، إلا أنه استثنى أسماء وشخصيات من هذا العفو وخصصت بريطانيا مكافأة نقدية لمن يسلم أو يساعد في القبض على الشيخ ظاري المحمود الذي ارتأى أن يكون في إحدى قرى تركيا وقد اشتد به المرض وأراد الذهاب إلى حلب، إلا أن سائقا متواطئا مع الإنجليز أخذه إلى مخفر سنجار، وقد تقدم الحديث عن حوار الشيخ مع قائم مقام سنجار. فاقتيد إلى بغداد وحكم على وجه السرعة، وحكم عليه بالإعدام على الرغم من بلوغه 80 عاما من العمر، وخفف إلى المؤبد وأصروا على تمريضه داخل المستشفى التي وافاه الأجل فيها. جمهور البغداديين أيضا تجد هذه الصورة الرائعة حين تجمهروا أمام المستشفى وحملوا الجثمان وطافوا به شوارع بغداد ومنها شارع الرشيد في موكب شعبي مهيب. ويسرد الكاتب هذا المشهد بأسلوب جميل يجعلك تعيش هذه اللحظات الغالية من تاريخ العراق. واللافت هنا إضاءته على أن من أنزل
الجثمان في القبر هم طلاب العلم من المدارس الذين أصروا على إنزال الجثمان في القبر، لتكون رسالة أن الجيل السابق يعني يعطي الراية إلى الجيل اللاحق. في ربع الكتاب، هذا كل الذي تقدم هو ربع الكتاب الذي يؤسس للشيخ الضاري. في ربع الكتاب الذي سردته سريعا كان الأساس، وتأتي مرحلة البناء واستمرارية الإباء، حيث وضع الكاتب عنوانا جامعا مانعا لهذا الفصل بأن سماه عروق الآباء سليمان والحارث، حيث يبدأ من قرار العفو الذي استثنى الشيخ ضاري وأولاده وعددا آخر من رجالات العراق. أدرج الكاتب أسماءهم للأمانة التاريخية. كان المندوب بيرسي كوكس هو من أعلن هذا القرار المشروط واستثناءاته، وبقي سليمان الضاري رحمه الله في منفاه الاختياري 16 عاما، وفيها رزق بالأولاد ولتستمر الحياة، يعني هو مشابه لما نعيشه اليوم. ذهب إلى منفاه الاختياري في تركيا، ثم يعني بقي هناك رزق بالأولاد، وكان يعلم أولاده أن بقاءهم هنا من باب الاضطرار للاختيار، وإن بلادهم هناك في العراق، ويحكي لهم أحداث العراق وما مرت عليه من مصائب الاحتلال. بقي هذا الحال حتى عام 36، حين عاد إلى بلاده وسكن قريته التي تسمت باسمه قرية الشيخ سليمان أو الحاج سليمان، وبنى وظيفا وجامعا وبيتا كبيرا يجمع فيه أولاده، عرف باسم القلعة. ستلتقط وأنت تسير باستمتاع في هذا الكتاب إضاءات بألوان زاهية في تربية النشء وإعدادهم للعظائم الأمور، ومنها اعتماد الشيخ سليمان منهجا لتعليم أولاده القراءة والكتابة وقراءة القرآن، فضلا عن تعليمهم الرماية والفروسية وركوب الخيل. ومثل ما علم الشيخ الضاري الكبير أولاده سليمان وخميس، وطلب الوالي العثماني انضمامهم للجيش، كذلك علم الشيخ سليمان أولاده حارث والمطلق القراءة والكتابة، وزجهم في قاعات الدرس في مدرسة التربية الإسلامية ومدرسة الشيخ عبد العزيز سالم، فقد كانت له باقة من الأصدقاء العلماء أمثال الشيخ أمجد الزهاوي والشيخ محمد فؤاد الآلوسي والشيخ عبد العزيز البدري والشيخ محمد طه الباريساني والشيخ إبراهيم المدرس. رسم الكاتب من خلال سرد هذه الأخبار صورة مثلى للأب الحريص على تعليم أولاده العلم والتواصل مع العلماء، ويزرع في نفوسهم حب الدراسة والتعليم والالتزام بتعاليم الدين وصولا إلى مرحلة التخصص. وإذا كان من حق لازم على قارئ هذا الكتاب فهو حق ذكر الشهود الذين أفادوا بكثير من المعلومات للكاتب، وهم بعد الدكتور مثنى الأستاذ عبد القادر كردي أبو صهيب والأستاذ حاتم حميد الضاري أبو زيد. ويذكر الأستاذ أبو صهيب في إفادته عن جده سليمان أنه كان محبا للخير والدين ومعاني الفروسية والنخوة، وكان حريصا على إيصال السلام لكل كريم يذكر في مجلسه، وهي لازمة لطالما سمعتها من الأستاذ عبد القادر حين يسمع بطيب رجل يوصل السلام إليه والتحية له. نجد في الكتاب مذكرات مهمة للأجيال الجديدة التي قد يغيب عنها فداحة الظلم المستعمر، فينقل من كلام المحتلين ما يدل على تزييفهم للحقائق. ومثل ما مر علينا في خبر مقتل ليتشمان الذي يعني زيف، كذلك بما قاله الجنرال ستانلي مود بأنهم دخلوا البلاد محررين لا محتلين. يمر الكاتب بشكل مختصر ومكثف في كتابه هذا على حركة رشيد علي الجيلاني، وكيف أن التاج البريطاني اتخذ قرارا على عدم إعطاء العرب يعني حقا في تقرير مصيرهم في فلسطين. وإذا كانت ولادة الشيخ حارث الضاري رحمه الله في العام الذي قامت به ثورة مايس، وعلى أرجح التقديرات في الشهر الذي انبثقت فيه، فإن ذلك إشارة إلى أن سنوات عمره الأولى كانت حافلة بالأحداث وعاصفة بالحراكات، وقد نهل من تعليمات والده في الدين والاجتماع والعشائرية والمضيف والجامع ومجالسة العلماء،
وحضور الشخصيات في منزل والده الشيء الكثير. يتتبع الكتاب المسيرة العلمية للشيخ حارث بطريقة مبتكرة بين تقديم شهادات العلماء فيه وبين تدرجه في العلم من حلقات العلماء إلى مقاعد الدراسة وصولا إلى المرحلة الجامعية فالدراسات العليا، وفي خضم هذه الأحداث دروس في الصبر والإصرار على التعلم. ومن شهادات العلماء فيه أنقل شهادة شيخنا العلامة الدكتور عبد الملك السعدي الذي درس الشيخ حارث الظاهري رحمه الله في عامي 1958-1959، إذ يقول: هو من القلة جدا الذين وجدتهم يحفظون النصوص بالنظر من دون أن يحرك شفاهه. كان حارث قليل الكلام ويقرأ صامتا ويحفظ بالنظر بشكل سريع. كانت له ذاكرة صورية متميزة، وكان بالفعل طالبا متميزا بين كل أقرانه. وقال عنه بعد وفاته: كان الرجل يمشي على الأرض علما وشجاعة وأدبا وتضحية ومبدئية. يلفت الكاتب إلى الأحداث في مصر وانخراطها بحياة حديثة وعصرية، لكنها لم تغري الشيخ حارث عندما ذهب إلى الدراسة في مصر، بل كرس وقته بالكامل للعلم وجاء بشهادة الدكتوراه. تقاعد الشيخ حارث في عام 97 وحزم حقائبه للتدريس في الأردن، فكانت جامعة اليرموك مكانا للتدريس، واستمر فيها إلى عام 2000 حيث يمم نحو جامعات الإمارات في دبي وعجمان والشارقة. يوثق الكاتب إشرافه على 50 رسالة ماجستير ودكتوراه، وناقش 60 أطروحة في اختصاصات الحديث والتفسير وعلوم القرآن والأديان والفكر الإسلامي، فضلا عن جهوده في تحكيم البحوث العلمية للترقية دون أن يأخذ عليها أي مقابل، ولا سيما بحوث الجامعات الفلسطينية. من هذه المسيرة العلمية والحياتية للشيخ حارث نستخلص ثلاثية أخرى هي البيئة والوعي والتعليم، لتماثل ثلاثية الفكر والفعل وراية المقاومة التي يركز عليها الكاتب في ثنايا هذا الكتاب، يؤكد على ثلاثية الفكر والفعل وراية المقاومة. يسرد الكاتب مسيرته في التعليم فيلتقط حوادث الأدب مع المشايخ وامتناعه عن التدريس وهو أستاذ جامعي لصف فيه شيخه الذي علمه قبل عقدين، ويذكر ذلك استقباله لطلاب ويذكر كذلك أيضا الكاتب استقباله لطلابه في بيته، فقد كان بيته مضيفا علميا إضافة إلى كونه مضيفا عشائريا. على صعيد الحركات والجماعات كان يمثل الشيخ بحسب سياقات الكتابة في أعوام على الجمر القابض على الجمر بحق، فقد كان يتصدى لكل الدعوات المجهضة والهدامة التي تريد أن تنال من تربية النشء على الدين والأخلاق. وعلى الصعيد العلمي فقد رأس لجنة يمكن أن نسميها هي أم اللجان، ورفع رأس العراق عاليا حين أراد موتور النيل من صحيح البخاري، فرد الرسالة ومعه أعضاء اللجنة من أفاضل العلماء، وقد قيل يومها: فالتهنأ زوبع والعراق بحارثهم الذي ذاد ببسالة وشجاعة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وردت لهم التهاني من دول عربية وإسلامية، ولم يثنه عن ردها حضور رسمي لمسؤولين في الدولة آنذاك. يشرح الكاتب حيثيات التهيئة لضرب العراق في 2001 وما بعدها، ثم يسلط الضوء على عمل الشيخ حارث مع جمع من العلماء وتكوينهم لرابطة علماء العراق في الخارج وإصدارهم لبيان يبث الوعي في صفوف أبناء الشعب العراقي. وأيضا من باب الأمانة العلمية يسرد الكاتب أسماء العلماء الموقعين على بيان رابطة العلماء العراقيين في الخارج الذي كان له الأثر البالغ في بث روح المقاومة والدعوة الصريحة للوعي. وهذا أيضا
ما تضمنته رسالة الشيخ حارث الضاري لولده الدكتور مثنى بأن ليس لكم إلا التهيؤ للمقاومة ورد العدوان. يقص علينا هذا الكتاب قصة عودة الشيخ إلى العراق بعد أن أنهى عقده مع الجامعة التي كان يدرس فيها، وجاء هذا الفصل تحت عنوان أثير: لابد من العراق وإن طال السفر. ثم يسرد عوامل رمزية الشيخ وإرثه التاريخي وطبيعة تكوينه وبيئته وتعليمه وصلابته في الحق، ومن بعده التوجه مباشرة إلى اللقاء بالعلماء وانتخابه أمينا عاما للهيئة ليخرج بيانها الأول في 16 من تموز عام 2003، حيث تحددت فيه الثوابت والمحددات للعمل والإفصاح عن الرؤية تجاه ما يجري من مخططات على أرض العراق. صارت بعدها تشكيل وفود لمخاطبة المحيط العربي للعراق واستقبال الشخصيات على اختلاف توجهاتها، حيث ظهرت الهيئة قبلة للجميع يستشفون رأيها، وقسم منهم يدعوها للتفاوض والتنازل عن بعض ثوابتها، ولكن الثبات هو المميز في هذه المرحلة. العشائر في الجنوب كان لهم يعني ركن خاص في تفكير الشيخ حارث الضاري، وكان يدعو كثيرا ما يتصل بالجامعة العربية ورؤساء الدول وخصوصا دول الخليج لاحتضانهم وعدم تركهم فريسة لإيران. يفرد الكاتب عناوين لافتة هي مثابات بحث ومحطات وقوف لكل من ينشد الحقيقة في رؤية الشيخ والهيئة، منها على سبيل المثال للحصر رؤيته لمشروع إرسال قوات عربية وإسلامية للعراق واللاءات الخمس التي اشتهرت عند المادحين والقادحين، وها هي تتمثل بحراك أبناء الشعب برفض عراقي جمعي. اللاءات الخمس هي لا للاحتلال ولا للعملية السياسية ولا للدستور القائم على المحاصصة والطائفية ولا لتقسيم العراق ولا لتغييب هوية العراق العربية والإسلامية، وكلها هذه ثوابت تجدها في منطلقات الحراك الشبابي الذي أغلب من يقوم به هم جيل ما بعد 2003. من بين محطات القوة والعزم والثبات والإباء في هذا الكتاب شهادة الدكتور محمد بشار الفيضي في حديثه الخاص مع الدكتور حارث الضاري رحمه الله، حين قال له إن العلة في العملية السياسية ولو خرج الناس جميعا إلى الانتخابات لن يغيروا من هذه المعادلة شيئا، ويا دكتور لو ذهب الناس جميعا خلاف هذا الحق وبقينا أنا وأنت وحدنا فقط فلا ينبغي لنا أن نتراجع. ويؤكد الكتاب في نصفه الثاني أن النعم الكبيرة هي من حق مقاومة العراقيين لمشروع الاحتلال، وأنها أثبتت شرف العراقيين وعدم رضوخهم لمشروع الاحتلال، فهي قوية بانطلاقتها قوية وسريعة بانطلاقتها، واستعصت كثير من الفصائل عن الاختراق. وفي الكتاب شرح مفصل لمؤتمري الوفاق في القاهرة، وفيه أحداث مهمة ومشاهد موثقة في مواجهة الخصوم وقول الحق بحضورهم، سواء في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر أو في اللقاءات على هامش المؤتمر. ولم يفت الكاتب توثيق محاولات الاستمالة الأمريكية واللقاءات في جامع أم القرى، والتي أسمعهم الشيخ رؤيته ورؤية الهيئة بكل وضوح وشجاعة. ويتعرض الكتاب إلى مذكرة التوقيف ومحاولة استثمارها بعد عام أو عامين، وبموثيقة رسمية من السفارة لاستمالته وتليين موقفه الرافض لهم، ولم ينجحوا ولم يستطيعوا نكران ذلك. ويهتم الكتاب كذلك في صفحات منه إلى فرية تحريم الدخول إلى الجيش والشرطة، ويشرح ذلك استنادا لبيانات الهيئة الموثقة للمواقف. أما اتفاقية الإذعان فلها صفحات مهمة في هذا الكتاب، تولى الكاتب شرحها بأسلوب علمي رصين. وفي صفحاته الأخيرة، وكما هو معلوم في سياق الكتابات، كتب الدكتور رافع بوجدانية عالية عن الثمن الذي دفعه الشيخ نتيجة موقفه الثابت إزاء العراق، بدءا من الغربة بعد الاستهداف بمذكرة الاعتقال، ومرورا بموت زوجته أم المثنى وهو بعيد عنها
ويدرج في ثنايا هذا الموضوع رسالة الوفاء لهذه المرأة التي عانت كثيرا من آلام الفرقة والغربة وبعد الأحبة، ثم ينتهي برحلة مرضه الذي لم يمهله فغادرنا سريعا. ولعلي أعتذر من الشيخ حامد على الإطالة، وأختم بهذه الأبيات: تولى أمرنا ثم استقلى إلى أعلى الجنان فقلت مهلا، أيا أسد العراق فإن قومي بحاجة من يرينا الرأي حلا، تموت رجالنا حتما قضاء وتأبى هامها الإطراق ذلا. والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك أستاذ حارث العزبي على هذه السياحة في هذا الكتاب وعلى هذا التشويق لقراءته إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على الحضور والاستماع، ونلتقيكم في مجالس أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.